بص انت حظك حلو ان انت دخلت الفيديو. صلاة اذا صليتها مرة واحدة فقط في عمرك خير من الدنيا وما فيها، حيث قال الرسول عنها، سأخبر الرسول عنها انها مغفرة لذنبك اوله واخره وحديثه وقديمه وصغيره وكبيره وخطأه وعمده. فتابع الفيديو معانا لكل لحظة عشان تستفاد بالفيديو اللي انت دخلته وربنا اختارك عشان تخش الفيديو ده وتعرف الصلاة دي. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحلقة الجديدة على قناة يوسف سعيد حاسين على اليوتيوب. موضوع الحلقة اليوم وهو الصلاة إذا عرفتها وصليتها خير من الدنيا وما فيها. ويلا نعرف الصلاة دي بتتصلى إزاي وهي إيه الصلاة دي أصلا. يلا بينا يلا بينا. بس قبل أي حاجة أحسن من أي حاجة، الصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه وسلم صلى الله عليه بعشر، وإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتم التسليم. هي صلاة اسمها صلاة التسابيح، حيث علمها الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه، فقال: أن تصلي أربع ركعات. أهو طريقة صلاتها، أن تصلي أربع ركعات. بس قبل ما نخش في التفاصيل، ليه اسمها صلاة التسابيح؟ لأنها فيها تسابيح كثيرة في داخلها. اسمع معايا وانت تعرف ازاي التسابيح دي. تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب زي ما احنا عارفين وصورة بعدها، تمام لحد كده احنا كلنا عارفين. فإذا فرغت من أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة بقى دي؟ 15 مرة. تقول التسابيح دي 15 مرة، ثم تركع فتقول 10، ثم ترفع رأسك من الركوع وتقول 10 مرة أخرى، ثم تهوى ساجدا فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود الأول فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود الثاني فتقولها 10. ولو حسبت التسابيح دي هتلاقيها 75 تسبيحة، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، ثم تفعل ذلك في الأربع ركعات. تخيل بقى جمع الحسنات، تخيل جبال الحسنات اللي هتنزل عليك، وهي اصلا ثوابها مغفرة الذنوب اولها واخرها، وعشر ثوابات ليها مغفرة الذنوب اولها واخرها. وكده ربنا يا رب تكون سمعت الفيديو لاخر لحظة، وحظك حلو في الفيديو وشير في الخير عشان غيرك يستفيد زي ما انت ما استفدت. وشكرا على المشاهدة، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، ويدخل علينا العيد بالفرح، وربنا يتقبل منا ومنكم رمضان وصيامنا في رمضان. وشكرا على المشاهدة، واستنوا الفيديو الجديد اعرفكم صلاة العيد بتصلاها ازاي. لو انت عاوز تعرف صلاة العيد بتصلاها ازاي، استنى قبل العيد بيومين ولا ثلاثة هقول لك صلاة عيد الفطر بتصلاها ازاي، تمام؟ فاشترك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل عن صلاة العيد الفطر، عن طريقة صلاة عيد الفطر. والسلام عليكم في رعاية الله وأمنه وحفظه. كان معاكم يوسف سعيد حاسين، وصلوا على النبي زي ما صليتم على النبي في اول الفيديو، صلوا على النبي في اخر الفيديو.